مرحبا، في فيديو اليوم سوف أتكلم عن تجربتي في بيع الصور عبر موقع فريبيك وما هو الفرق بين فريبيك وشاترستوك. في البداية، لإنشاء حساب لبيع الصور عبر موقع فريبيك علي الذهاب إلى Sell Your Content. من هنا بإمكاني إدخال الإيميل الخاص بي وكلمة السر لإنشاء حساب الفريبيك. بعد إنشاء الحساب يذهب بي إلى لوحة التحكم الخاصة بي. من هنا علي رفع 10 ملفات. في المرة الأولى علينا رفع 10 ملفات إلى الفريبيك. هو ينصحك بأن تكون هذه الملفات من أفضل الملفات التي قمت بتصميمها، لأنها في المرة الأولى تراجع بشكل يدوي، وفي حال تم رفض حسابك مرتين متتاليتين فلن تستطيع مرة أخرى إنشاء حساب على الفريبيك. حسنا، أكثر المشكلات التي يعاني منها الأشخاص عند رفع الملفات على الفريبيك هو عدم الالتزام بالشروط الخاصة برفع الملفات. لنلاحظ، عندما نريد رفع ملف فيكتور بصيغة EBS يجب أن نرفقه بصورة، بحيث يكون ملف EBS للتحميل وملف الصورة للمشاهد لكي يشاهده الأشخاص الذين سيشترون التصميم الذي تقوم بعرضه. ويجب أن يكون حجم الملف المرفوع بين 0.5 ميجا بايت و 80 ميجا بايت، ويجب أن يكون ريزوليوشن الخاص بالملفات بين 2000 و10000 بكسل. نمط الألوان بالتأكيد هو RGB. كذلك الأمر عند رفع ملفات BSD، يجب أن يكون ملف BSD بحجم بين 15 و250 ميجا بايت، ويجب أن يرفق بصورة. وكذلك الأمر حجم الصورة يجب أن يكون بين 0.5 ميجا بايت و80 ميجا بايت، والريزوليوشن بين 2000 و10000 بكسل. نمط الألوان هو RGB. وحين رفع الصور يجب أيضا أن نراعي شروط الصور 0.5 ميجا بايت إلى 80 ميجا بايت للملف الواحد، وكذلك دقة الصورة يجب أن تكون بين 2000 و10000. وأنا من تجربتي الخاصة الموقع لا يقبل الصور تحت 5000 بكسل، لذلك 2000 أو 3000 أو 4000 على الأغلب لن يتم قبولها في الموقع. ونمط الألوان بالتأكيد هو RGB. بعد التأكد من الشروط بإمكاني البدء بعملية تحميل الملفات إلى الموقع. بعد رفع 10 ملفات يتم مراجعتها عبر فريق الفريبيك. لقد قمت في المرة الأولى برفع 10 ملفات وتم قبول 9 ملفات منها، وتم فتح الحساب فعلا على موقع الفريبيك. ما لاحظته عن طريق الموقع هو أن الموقع يقوم كمية التحميلات على الموقع هي أكبر بكثير من كمية التحميلات على موقع الشاترستوك. على سبيل المثال، هذه الصورة تم تحميلها 4 مرات بعد 3 أيام من إنشاء الحساب. نحن نعلم أنه على موقع الشاترستوك من الممكن أن تبقى الصورة أسابيع أو أشهر قبل أن يتم تحميلها مرة واحدة، ولكن هناك فرق أساسي وكبير بين الشاترستوك والفريبيك. الشاترستوك يمنحك على الصورة 0.8 سنت، بينما الفريبيك يمنحك 0.06 سنت على كل صورة، وبالتالي الفريبيك يمنحك مبلغ قليل جدا مقارنة بالشاترستوك، ولكن كمية التحميل تكون أكبر. بالتأكيد موقع الفريبيك يمنحك أيضا طرق متعددة للتسويق، يمنحك مثلا الكلمات المفتاحية التي يتم البحث عنها بشكل كبير داخل الموقع لتقوم بتجهيز تصاميم تتبع لهذه الكلمات التي يتم البحث عنها داخل الموقع. من الأمور المهمة أيضا داخل الموقع وهي وجود الريفيرال، أي بإمكانك دعوة الأشخاص عن طريق حسابك لإنشاء حساب على فريبيك، وبالتالي أي مبيعات سيقومون ببيعها سوف تأخذ عمولة 10% على كل مبيع يقومون به. أتمنى أن يكون شرح اليوم بسيطا. كان معكم ياسر درعوزي، تقبلوا تحياتي.